نفسك تاخد فرصة أكتر من كده مع المنتخب؟ والله بص انا عايز يعني اوضح حاجه كده. يعني اكيد الجهاز الفني طبعا يعني كان عارفها طبعا وكان ملتمسها الحمد لله. يعني انا كنت اصلا رايح متصاب وما لعبتش المباراه الاولى كمان، ما كنتش بتمرن كتير. يعني الحمد لله يعني كنت لعبت شويه في المباراه الثانيه وانا متصاب شويه، الحمد لله يعني دي كانت حاجه. بس انا قدرت ادوس على نفسي شويه عشان خاطر برضو احاول اثبت نفسي عشان خاطر ان شاء الله اكون في الصوره في المعسكر القادم ان شاء الله، وربنا يكتب لي الخير واكون معاهم في كاس العالم. ولو لا قدر الله مش موجود معاهم اتمنى لهم طبعا التوفيق، لان بيمثلوا مصر يعني بيمثلوا كل واحد، وطبعا ربنا يكرمهم ان شاء الله لو مش موجود معاهم ان شاء الله. لكن انت تؤكد انه المباراه الماضيه الاصابه يمكن اثرت شويه، ما خلتش حسين الشحات يخرج كل اللي عنده، واحنا عارفين ان عندك كتير جدا. يعني الحمد لله يعني كمان يعني يعني لما جيت كمان هنا ما لعبتش مع الفريق بعدها كمان، يعني بسبب الاصابه وما لعبتش مباراه الهلال يعني عشان برضو كان لسه في شك بعد ما لقيت شويه يعني وجعتني تاني، فريحت يعني المدرب هنا فضل الله وريحني وكده والحمد لله يعني قدرت ارجع يعني تاني شويه الحمد لله. كوبر اتكلم معاك في حاجه في خلال المعسكر؟ الجهاز الفني اتكلم معاك في حاجه حسين بشكل شخصي؟ لا والله هو شخصي كان يعني عادي، يعني كان يعني هو شد حيلك ان شاء الله يعني ربنا يكرمك ونكون معانا لو في نصيب يعني وكده، وكل واحد ياخد فرصته. هو بصراحه يعني بيدي كل لعيب فرصته، بيدي لعيب كل لعيب حقه، مش بيعامل مثلا واحد غير الثاني، لا كل واحد عنده، ودي حاجه كويسه. يعني انا كنت اول مره اروح وطبعا يعني دي حاجه بتبسطني وسط اللعيبه الكبيره اللي موجوده كلها، يعني كله كان حتى بيتعامل مع بعض كويس، مفيش حد كان في تفرقه مثلا بين دوت او ده اول مره يجي او مثلا ده للزمالك، لا كله واحد يعني المنتخب كله هدف واحد. صحيح، تتوقع استدعائك في معسكر الكويت ان شاء الله؟ والله اتمنى طبعا اتمنى يعني لو لقينا نصيب ان شاء الله اروح يعني ان شاء الله باذن الله. يا نجم النجوم الف مبروك الدوري وعقبال الكاس والثلاثيه ان شاء الله باذن الله بالكامل، وتيجي تروح مع المنتخب. اتفضل. انا عايز اقول لك كمان احنا ان شاء الله هنلعب اللي هي بطوله العالم للانديه ان شاء الله عشان احنا خدنا الدوري هنا والبطوله هنا ان شاء الله. والله في كاس العالم للانديه مباشره؟ سيدي يا سيدي سيدي يا سيدي. نمسك الخشب نمسك الخشب. الله اكبر عليك يا حسين، الله اكبر، ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يكرمك ان شاء الله باذن الله ويوفقك. بشكرك شكرا جزيلا. حسين الشحات نجمنا المصري المحترف في صفوف العين الاماراتي.